ذلك كل من ساندنا في هذه الوقفة الإنسانية التضامنية مع الشعب الفلسطيني، ويكون آخر ما نختم به وقفتنا وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، والسلام عليكم ورحمة الله. مكتب الجمعية قرر تنظيم هذه الوقفة للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، وكذلك للتنديد بما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، على اعتبار أن القضية الفلسطينية تعتبر من القضايا الأساسية داخل مكتب جمعية المحامين الشباب منذ نشأة الجمعية في سنة 1969. جمعية المحامين الشباب كانت دائما بجانب القضايا الإنسانية والقضايا الحقوقية، ولا يمكن لها اليوم إلا أن تكون بجانب القضية الفلسطينية أيضا، على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات، تلك الانتهاكات التي لم يسلم منها البشر فقط، وإنما مست الحجر والشجر وتعدت كل الحدود أمام أنظار ومسمع المجتمع الدولي. نتمنى أن يتدخل المجتمع الدولي والمنتظم الدولي وخاصة المؤسسات المعنية، على اعتبار أن ما يرتكبه الكيان الصهيوني في حق إخواني في فلسطين هي جرائم حرب متكاملة الأركان من الناحية القانونية، ويتعين أن يتخذ الإجراء القانوني اللازم تجاه ذلك الكيان الصهيوني المحتل. جمعية المحامين الشباب الدار البيضاء دعت هذا اليوم إلى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تنديدا بجرائم الاحتلال الصهيوني ضد المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، وضد الانتهاكات الصهيونية في حق المواطنين في قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية. وقفتنا اليوم من أجل التنديد بهذه الجرائم الصهيونية ولتأكيد تضامن المحامون وهم جزء من الشعب المغربي الذي أعلن دائما وعلى مستوى جميع قطاعاته أنه متضامن مع الشعب الفلسطيني المناضل من أجل قضيته العادلة، قضية كل أحرار هذا العالم وقضية كل العرب والمسلمين، وهي قضية المسجد الأقصى. المحامون اليوم هبوا لنصرة المسجد الأقصى، وكان العدد كما ترون عدد كبير شارك في هذه الوقفة التضامنية والتنديدية بجرائم الاحتلال الصهيوني. اليوم كما تشوفوا وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ضد الهجوم الشرس الإرهابي للقوات الصهيونية على المسجد الأقصى. جمعية المحامون الشباب كعادتها تكون في مقدمة المتضامنين مع القضية الفلسطينية، قضية العروبة، قضية إنسانية، قضية وجود احنا كمسلمين كعرب. جمعية المحامون الشباب وهيئة الدفاع بالدار البيضاء دائما يعني تتعبر على التضامن اللامشروط مع القضية الفلسطينية، وفلسطين غادي تبقى في القلب مهما طال الزمن حتى الموت، دائما فلسطين يعيش الأقصى. احنا سنواصل النضال، سنواصل الكفاح. طبعا هيئة الدفاع بالدار البيضاء تكون دائما حاضرة، وخاصة جمعية المحامون الشباب. كلمة ختامية، الشكر موصول لجميع أعضاء جمعية المحامين الشباب والجمعية العمومية والجميع هيئة الدفاع وجميع حتى العموم اللي ساهموا اليوم في هذه الوقفة. وتحية فلسطين وتحية الأقصى، ودائما فلسطين عربية حرة أبية.